مباشرة ولا اس بي اي حابين يعملوا انترودكشن يعني. فانا اسمي محمد عبد الرؤوف سعد، انا مدير عام الانتاج البحري بشركة بترول اجوير، اوف شور برودكشن جنرال مانجر في بترول اجوير. حاصل على البكالوريوس من جامعة الازهر دفعة 99، والماجستير من جامعة اسكندرية 2015، والدكتوراه ان شاء الله من جامعة الازهر تاني، لسه بادئ فيها ما بقاليش فترة كبيرة يعني. يعني في التريننج بقالي حوالي 18 سنة شغال محاضر في كذا مكان جوه مصر وبره مصر، الحقيقة ما بين الإمارات ماليزيا، وطبعا جوه مصر أماكن كتيرة، يمكن بعض الزملاء هنا تقابلنا يعني. أنا طول حياتي شغال في الجاز بروسيسنج، واشتغلت شويات كده في الكونستراكشن والانجينيرنج والكوميشننج والبري كوميشننج والستارت اب والحاجات دي. عشان ما ناخدش من وقتنا كتير انا هبتدي مباشره، واتمنى لو في اسئله ناجلها لان العدد كبير جدا، لو فتحنا الاسئله مش عارف نقفلها، ناجلها للاخر، وانا ان شاء الله هحاول اجاوب على كل الاسئله باذن الله. النهارده يوم هنتعرف على بعض وهنعرف احنا هنشرح ايه، لكن mainly المين لود بتاعنا هيبقى بعد العيد ان شاء الله، لان الوقت ضيق جدا في رمضان زي ما انتم فاهمين. فاحنا ان شاء الله الموضوع بتاعنا هيبقى الشغل الكبير بتاعه باذن الله بعد العيد يعني. هنبتدي النهارده بانترودكشن كده عن الموضوع بتاعنا، وزي ما قلت لكم اللي عنده اسئله يخليها للاخر، وهنعمل وقت ان شاء الله للاسئله كامل باذن الله. البدايه بتاعتنا، الكورس بتاعنا اسمه ناتشورال جاز بروسيسنج. عشان بس نبقى فاهمين السكوب بتاع الكورس بتاعنا، احنا هنتكلم عن كل حاجه من اول البير لحد الكونسيومر. تاني كده، من اول البير لحد الكونسيومر. انا بس بعرفكم العدد عشان تعرفوا احنا ليه منهين الاسئله اثناء السيشن، ان العدد انا وصل حوالي 250 دلوقتي. فعشان كده احنا هنمنع الاسئله اثناء السيشن بس، عشان نقدر ناخد اكبر كم من معلومات عن الموضوع بتاعنا. بقول لكم الموضوع بتاعنا فاندمنتالز، او هنتكلم عن الناتشورال جاز بروسيسنج من البير لحد الكونسيومر، ودي المواضيع اللي هنتكلم عليها. هنبقى ناخد انترودكشن، اويل اند جاز سيبريشن، وكوندنسيت ستابلايزيشن، ديو بوينت كنترول، وسويتنينج بروسيس، ودي هيدريشن، وناتشورال جاز ليكويد ريكفري، وال بي جي وال ان جي. يمكن المواضيع اتعرضت عليكم ما كانش فيها السويتنينج وما كانش فيها الكوندنسيت ستابلايزيشن، دي المواضيع اللي احنا ضفناها اضافه بسيطه كده، وهنتكلم عن طبعا ال بي جي وال ان جي. طبعا احنا فاهمين حاليا هنتكلم عن مصر، صناعه الغاز الطبيعي اخده ترند عالي واخد اهتمام كبير قوي من القيادات في البلد عشان كذا حاجه كذا حاجه. السبب الرئيسي ان احنا عايزين نعتمد على الغاز الطبيعي في كل مصادر الطاقه ومعظم مصادر الطاقه بتاعتنا، عشان ده حاجه متوفره، اصبحت دلوقتي متوفر. النقطة الثانية ان احنا عارفين ان الكومبشن بتاع او حرق الناتشورال جاز بينتج عنه نسبة H2O، نسبة مية اكتر لنسبة CO2، فطبعا كانبعاثات للCO2 ده بيكون اقل شوية. ونكون صراحه يعني، مين اللي الناس بتفكر اكتر في الاقتصاديات؟ بيجي الوسط الموضوع اللي في النص كده، وبتبقى حاجه كويسه طبعا، بنفيت كويسه بنستفيد بيها. بدايه الصناعه يا جماعه في سنه 1930 كان في عربيات بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو تخيلنا انك بتطفي ودي العربيه بيستعمل بالغاز الطبيعي، تخيل من العربيه زمان كانت بتشتغل بالغاز الطبيعي بحجم تانك كبير كده. طب ايه اللي صغر التانك بالشكل ده؟ اللي صغر التانك حاجه بسيطه جدا، وهي ان الجاز نقدر، العربيات الحديثه بقيت انا قادر اضغطها، اضغط الجاز لبريشر عالي، فالكونتنت او كميه الغاز كميه كوزن بقى كوزن بقت هي تساوي اللي موجوده في التانك الصغير. عشان نعرف بس التكنولوجي كانت فين وراحت فين دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم ان الغاز الطبيعي في مصر بقى له اهتمام كبير قوي. الاهتمام ده جابه منين؟ بقى متوفر. الحاجه الثانيه
انا عايز اوفر فلوس، عايز اوفر ادفع فلوس اللي بدفعها في الكرود، في العربيات، في البنزين، عايز اوفرها، عايز اوفر مصادر طاقة بديلة، مش عايز الكهرباء تقطع، عايز اشتغل بمترو انفاق اكتر، عايز اشغل قطار كهربائي، عايز اعمل الحاجات دي كلها. طب مين اللي هيوفر الكهرباء اللي تشغل الحاجات دي كلها؟ هو الناتشورال جاز. بدأ استكشاف وابار عميقة، وكمان دبس بتاع مية عميق، يعني مش بس البير عميق، لا ده كمان البير نفسه من سطح المية للسيبد كان كمان اعماق اكبر، يعني تشالنجز اكبر وتحديات اكبر وكده. طيب قبل ما نكمل في دي، انا عايز بس اوريكم رسمه بسيطه عشان تحدد سكوب شغلنا. بصوا المربع ده كده، شايفيني كده كويس؟ المربع ده فيه الشغل بتاعنا، احنا كل اللي هنتكلم فيه داخل هذا المربع. ايه اللي هنتكلم فيه داخل هذا المربع بقى؟ ببساطه يا جماعه، احنا عندنا بير هنا كده، بير واقف في المكان ده بينتج غاز، وهنا في بوتاجاز بقى وكونسيومر وشركة كهرباء وحاجات زي كده. سكوبنا هيبقى في النص، يعني وسلمه للكونسيومر. بمعنى ان هيبقى سكوبي الرئيسي، بمعنى ان هيبقى سكوبي الرئيسي ان انا اخد من اول نقطة هنا لحد النقطة هنا. ايه اللي في النص بقى؟ تعالوا نشوف ايه اللي في النص. هيكون عندي غاز فيه مية، فاحتاج سيباريتور يفصل المية دي بره، واخد الغاز كده. يبقى هنتكلم عن السيباريشن. هيبقى عندي الغاز اللي طالع من هنا فيه ووتر فيبر، يبقى عايز دي هيدريشن. طب الغاز فيه H2S، يبقى انا عندي H2S removal. طب فيه ليكويد عايز اعمل له ستابيلايزيشن، يبقى ادرس ستابيلايزيشن. طب انا عايز اطلع LNG، يبقى لازم يكون فيه ريفريجريشن. طب انا عايز اطلع LPG، يبقى لازم اعمل ريفريجريشن بلس فراكشنيشن. طب ال LPG ده هيروح ستورج، يبقى احطه في ستورج. طب ال LNG في ستورج، يبقى اشرح الستورج بتاع ال LNG. يعني يا جماعه انا لو بصيت للرسمه بتاعتي دي، هجد ان هي اكنها بالظبط زي شنطه العده بتاعت الميكانيكي، شنطه العده بتاعت الصنايعي اللي جاي يعمل جوب عندك او يعمل شغل عندك. شنطه العده فيها مفك، دي شنطه العده اهي، فيها مفك، فيها بنز كده، فيها شاكوش مطرقه. فشنطة العدة فيها التولز بتاعته اللي هو هيستخدمها عشان يديني السيرفيس اللي انا عايزها منه. انت نفس الكلام، عندك بير، البير ده فيه ناتشورال جاز، فيه رمل، فيه H2S، فيه ميركوري، فيه مية، فيه حاجات انت مش عايزها. في نفس الوقت البرودكت عندك واحد عايز منك LNG، واحد عندك عايز منك GTL، واحد عايز منك ناتشورال جاز ليكويد NGL، واحد عايز سيلز جاز. ايه ده؟ يعني الكونسيومر برضو له رغبه، في واحد فينا يحب يلبس جاكيت احمر، واحد يحب يلبس جاكيت ازرق. فالراجل بتاع مصنع الملابس بيعمل لك جاكيت ابيض وجاكيت احمر وجاكيت اخضر، وفي مننا اللي مقاساته مختلفه، فواحد عايز جاكيت لارج وواحد عايز اكس لارج وكده. فلازم يبقى اللي بيوفر السيرفيس يكون عنده الفرايتي اللي يقدر يقدم بيها منتجات مختلفه. سكوبنا ايه بقى يا جماعه؟ الكورس بتاعنا هيبقى داخل هذا المربع، هنشرح كل ما هو داخل هذا المربع من اول الفلانج بتاعت البير لحد الكونسيومر. هنيجي بقى ندخل البرزنتيشن بتاعتنا. طيب مكونات الغاز الطبيعي عباره عن ايه؟ الناس اللي درست بقى كيمياء تقول لك C1 C2 C3 C4 C5 بلس. هتلاقي كل واحد من دول يروح في حته. يعني ايه؟ يعني انت هتلاقي في منتجات زي منتج ال LPG بياخد C3 و C4 وبارت من ال C2 وبارت من ال C5 بلس. الكوندنسيت هي C5 بلس. البروبين هو بروبين. البتروكيميكالز بتاخد ايه؟ بتاخد حاجتين مهمين جدا، ال C2
والسي 3 عشان تطلع منهم بولي ايثيلين وبولي بروبايلين. السيلز جاز هو عباره عن ايه؟ مينلي سي 1 وبيروح لللوكال كونسيومر والاكسبورت. تمام. طب عندي ال ان جي، ال ان جي عباره عن ايه؟ عباره عن غاز، هو نفس السيلز جاز بالظبط ولكنه عند ماينس 162 ديجري سي واتموسفيريك بريشر. طب في السي ان جي كومبريسد ناتشورال جاز ده عباره عن ايه؟ مينلي سي 1 برضو بارت من السي 2 وعند هاي بريشر. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى الفرق او الفيد الداخلي بفرايتي معينه والبرودكتس اللي طالعه برضو لها فرايتي. فانا ممكن يبقى نفس الفيد وادخله في مصنع يطلع منه ال بي جي ومصنع ثاني يطلع منه ان جي ال، يعني يطلع سي 2 سي 3 وسي 4 وسي 5 بلس، كل منتج منهم لوحده، كل واحد يروح على تانك لوحده. يعني نرجع كده للنقطه دي نوضحها شويه. ممكن يبقى نفس البلانت هي بالظبط نفس سوري مش نفس بلانت، نفس الفيد هو اخد منه برانش على مصنع وبرانش على مصنع تاني. المصنع ده يطلع منه برودكت كده اسمه سيلز جاز، والمصنع التاني هو نفس الفيد هو واخد برانش تاني يطلع منه ال ان جي. المصنع ده طلع منه ال بي جي كمان مع السيلز جاز، ال بي جي ليكوفايد بتروليوم جاز اللي هو عباره عن ايه يا جماعه؟ سي 3 وسي 4. انا بس عايز الناس بتوع اس بي ياكدوا لي ان هم بيسجلوا المحاضره يا جماعه، معلش حد يفتح المايك كده وياكد لي ان هو بيسجل المحاضره. مسجل. طيب المصنع اللي تحت بقى هو طلع اللي فوق طلع ال بي جي، المصنع اللي تحت طلع سي 2 وسي 3 كل واحد منهم يروح على ستورج تانك لوحده. طب والمصنع ده استفاد ايه من اللي هو عمله ده؟ ان هو هياخد السي 2 يطلع منه بولي ايثيلين وده هيطلع منه بولي بروبايلين. تمام. وطلع البيوتين لوحده وطلع السي 5 بلس لوحده وفوق طلع سي 5 بلس لوحده. يعني اللي عايز اقصده ايه؟ ان المصنع اللي فوق بقى مصنع سيمبل بيطلع سيلز جاز بس، المصنع اللي تحت هتلاقي فيه عمليه تبريد معقده عشان يطلع غاز مسال اللي بيصدروه بره، مع ان الخام واحد. مكونات المصنع ده تختلف تماما عن مكونات المصنع ده، ده بسبب ايه؟ ان البرودكت اللي بينتجه المصنع ده يختلف عن البرودكت اللي بينتجه المصنع ده. طب هل ممكن مصنع يختلف عن مصنع بسبب الفيد ويكون بيطلع نفس البرودكت؟ هناخد مثال تاني. عندي فيد اهو وفيد اهو. الفيد ده الفيد الاولاني ده فيه H2S والفيد ده ما فيهوش H2S. المصنع ده بيطلع نفس المصنع بالظبط، بيطلع منتجات هي قصدي سيلز جاز وكوندنسيت، وده سيلز جاز وده كوندنسيت، بس المصنع ده فيه H2S فبقى عندي هنا ايه؟ H2S removal اللي هي sweetening unit. بص انا خطي وحش عشان انا بكتب على الشاشه مش بسند ايدي على الشاشه، يبقى ده H2S removal. هنا مفيش H2S removal، فالمصنع ده بقى ابسط من المصنع اللي فوق لوجود اختلاف في الفيد جاز يا جماعه. يبقى اذا المصانع بتختلف عن بعضها في ايه؟ في اختلاف الفيد جاز واختلاف الايه؟ الفيد جاز واختلاف برضو البرودكت اللي انت مستنيه من المصنع ده. فهمنا الحته دي؟ طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. كل منتج من دولي له داخل المصنع شويه حاجات كده هنتكلم فيها في التفاصيل بعدين. هناخد بقى الهيستوري بتاع الغاز الطبيعي. طبعا يقول لك ملايين السنين و100 مليون سنه و400 مليون سنه وكلو حاجه اتدفنت في غياب الاكسجين. يعني كل النظريات الناجحه في الموضوع ده ان الاكسجين في غياب الاكسجين حصل تحلل لكائنات واشجار وحاجات زي كده اتدفنت في اعماق صحيحه. بس انا عندي نظريه سموها كده محمد عبدالروف نظريه مثلا، ايا كانت عايزين نسموها زي ما تسموها مش قضيتي. يعني انت عندك الشمس يا جماعه جايبه اشعه وطاقه كده، وفي ورقه شجر كده حلوه كده كانت في شجره استقبلت هذه الطاقه وخدت من الجو CO2 وخدت من تحت H2O وجت دمجهم ببعض ومطلعه لي هيدروكربون، اي هيدروكربون CH اي حاجه بقى، وجت عامله ريليز على الجو اكسجين. فالطاقه دي تم تخزينها في صوره حاجات اللي هي سي اتش اي، وتم فصل الاكسجين من السي او 2 ومن الاتش 2 او وخرج في صوره اكسجين لوحده. الطاقه دي ستور تم تخزينها في صوره طاقه كيميائيه في البترول، وانت النهارده بتستخرجه وتحرقه جوه العربيه بتاعتك وبتحرك العربيه دي وبتمشي بيها، محدش يتريق على رسمه العربيه بتاعتي،
وبتحرك العربية وتمشي بيها، فأنت استخدمت طاقة الشمس دخلتها لنبات من مثلا 50 مليون سنة، من 50 مليون سنة دخلتها جوه عربيتك النهاردة، هي هي نفس الطاقة على فكرة، اللي احنا بنقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، هي هي نفس الطاقة تم تحريك العربية بها النهاردة. الموضوع ده يفكرنا بحاجة مهمة كده، يعني مهمة جدا. انت بتخاف من رزقك وبتخاف على ابنك اللي هو هيتولد، وبتقول ده ابني ده انا مش عارف هيشتغل لا هيلاقي شغل ولا لا، او رزقه هيبقى فين. طب اذا كنت يا اخي من 400 500 600 مليون سنة ربنا جعل لك رزق، شوية بنزين هتحطهم في العربية تروح تفسح بيهم بعد 500 مليون سنة، قلقان قوي على ابنك اللي جاي بعد مش عارف، او ما يجيش مش قضيه، ما اعرفش برضه، يمكن ما يكونش لك رزق في اولاد يعني. سموها نظريه محمد عبد الرؤوف، سموها نظريه زي ما تسموها يعني. الاستكشاف بقى او الاكسبلوريشن، احنا دلوقتي عرفنا الحاجه دي اتكونت ازاي. الاكسبلوريشن بقى، بص المنظر البسيط اللي قدامنا ده، انا بستكشف الغاز الطبيعي ازاي او عقول الغاز الطبيعي ازاي، ان انا ببعت سيجنال زي ما ببعتها من المركب دي تخبط في الصخور وترجع. الانجل دي بتعكس لي الانجل بتاعت الريفليكشن، فالسنسور اللي على السطح ده هو اللي حس، يعني السيجنال دي حساها السنسور ده، يبقى الميل هنا بزاويه معينه، يعني ممكن الميل يبقى زاويه كده. طب لو الميل زاويه كده يبقى هيروح كده، طب لو الميل زاويه كده يبقى هيتعكس كده. فانا حددت زاويه الميل بتاعت التربه اللي تحت منين؟ من السنسور اللي لقط السيجنال. العمق بحدده ازاي؟ التايم اللي بياخده السيجنال عشان تنعكس تاني. طب نوع الصخور بحدده ازاي؟ السيجنال بترجع لي بكواليتي، مثلا رجعت هنا ب 100%، دخلت 100%، رجعت لي 10%، يبقى الطبقه دي طبقه شيل. طبعا انا مش بتاع ريزرفوار، بس انا بستنتج برضو هذا الاستنتاج يعني. طيب الاكسبلوريشن ما هو عباره عن ايه؟ عباره عن كلام، لغه تحاور ما بين السطح والقاع. يعني سيادتك بتبعت سيجنال، لو سمحتوا اللي كتب حاجه على الشاشه يمسحها، انا مش عارف الغي ده ازاي، بس يا ريت اللي بيكتب على الشاشه يعني يوقف الكلام ده. فبقول لكم السيجنال اتبعتت للفورميشن تحت زي السيجنالز اللي سيادتك بتبعتها اثناء السكان على الجسم. يعني جسمك مثلا بيعمل سكان وبتعمل له مثلا لو في حاجه في العظم، فالعظم بيشيل او بيبان في العظم يا جماعه انتوا، انا بقول لكم ما تكتبوش، الاقي الناس قاعده بتكتب حاجه غريبه جدا يعني، لو سمحتوا ما تكتبوش. فنجد ان انت بتعمل سكان وتطلع اشعه عشان تشوف العظم اللي تحت الجلد، نفس الكلام، نفس الكلام بالظبط. الفورميشن بتبعت لها سيجنال، وهي بتبعت لك ترد لك السيجنال دي تاني بزاويه انعكاس معينه، بقوه معينه، بتايم معين بتستهلكه، فبتعرف الفورميشن تحت فيها ايه، وبترسم تتابع الطبقات. رسمت تتابع الطبقات تحت الارض، فاديت لك حاجه اسمها الكونتور ماب. الناس بتوع الحفر اللي دارسين حفر يفهموا يعني ايه الليثولوجي والكونتور ماب، مش موضوعنا خالص، احنا بنشرح كورس جاز بروسيسنج. طبعا انت في الحفر في عندك حفر بري زي كده مثلا، وحفر في الاوفشور، مش هندخل في تفاصيله خالص، مش موضوعنا. والراجل ده برضو كان شغال في شركه حفر وبيحفر، ما عندناش مانع برضو انه يحفر هو كمان. وده كده الحفر بصفه عامه، شكل الديرك او شكل الحفار عامل ازاي، وبرضو مش موضوعنا. وده المد، ان المد بينزل تحت يمشي في الدريل بيت ويطلع تاني يشيل الكاتنجز ويشيل الرمل اللي اتقطعت ويطلع بيها فوق تاني، وده بيدي فرصه ان الاسنان بتاعت الدريل بيت تبرد والكاتنجز دي تطلع للسطح فوق خالص. كنت دايما بقول مثل كده، لو انت عندك رمل في المكان ده وعايز تطلعه للسطح على عمق 1000 متر مثلا تحت، لو حطيت شويه نشا على الميه اللي انت بترميها تحت دي، الميه دي هترجع تاني و عامله زي المهلبيه كده. طبعا مثال طبعا سطحي جدا للي بيحصل، بس يعني حاجه فاني كده نقول بيها ان الفكره عامله ازاي. فالمهلبيه تبقى عامله زي الجيلي كده، وتاخد الكاتنج تاخد الرمل وتطلع بيها فوق، لكن لو ميه بس ما تاخدهاش. دي بقى الاديتيفز والاضافات اللي ممكن نضيفها للدريلنج، عمليه الدريلنج اثناء الحفر بتاع الابار. عشان كده مهندسين الكيمياء ممكن يبقوا شاطرين قوي في الحاجات دي. طيب البير بقى عباره عن ايه؟ انا بجري بسرعه عشان اوصل للبير. البير عباره عن بيرفوريشن، فتحات، يعني في طبقه هنا فيها غاز وفي فتحات وفي كيسنج اللي هي المواسير الخارجيه للبير دي، تمام، وفي برودكشن تيوبنج اللي هي الماسوره اللي في النص دي اللي بيمشي فيها الغاز بقى ينتجه لحد السطح، تمام كده، وفي الكريسماس تري، شجره عيد الميلاد، اللي هي تشمل دي، تمام.
عبارة عن مجموعة فولفز تقدر تقفل بيها البير. في بقى اللي مش واضح هنا حاجة اسمها السب سيرفيس سيفتي فولف. طب نو ساوند اكيد عندك انت مشكلة ما تكتبش على الشاشة. سامعيني كده كويس؟ الصوت واضح يا باشمهندس، لو سمحت يا جماعة محدش يكتب على الشاشة لو هل سمحت. ينفع نمنع الموضوع ده؟ شوف شوف كده عند حضرتك view options الانونيت. طيب انا هوقف الميتنج. يبقى انا عندي في حاجه اسمها السب سيرفيس سيفتي فولف من موجوده في البير دي، بتمنع في حاله انهيار الكريسماس تري دي اقدر اقفل البير بيها. هو فولف بس شغال اوتوماتيك سب سيرفيس، يعني تحت الايه الفلانجز بتاع التيوبنج هانجر. هنا النقطه الثانيه، في على السطح فولفز ثانيه ممكن يكون حاجه اسمها الهيبس مش قضيتكم خالص، وفي حاجه اسمها سيرفيس سيفتي فولف يبقى موجود على السطح عشان يمنع لو حاجه في فيلير ولا حاجه. مقصود الكلام ايه؟ ان لما البير يحصل فيه دامج للكريسماس تري دي اللي هي بتتحكم في ضغط البير، لان يا جماعه لو تخيلنا الفورميشن دي مليانه غاز والغاز بيطلع على السطح، طب لو اتكسرت دي، لو حاجه اتكسرت، لو في مركب خبطت في البلاتفورم، لو في بير زي ما حصل في الكويت زمان وكانت الابار بتنضرب بدانه كده بتاعت مدفع ولا حاجه، يجي البير مولع. طب هنقفله ازاي؟ ده هو بيجيب من فورميشن تحت فيها غاز ممكن ينتج لمده 40 سنه. فتخيلوا غاز ممكن ينتج لمده 40 سنه وانا مفتوح على الجو، اكيد مش هبقى عارف اعمل عليه كنترول. دي شكل الكريسماس تري بقى على الواقع يعني، وده شكل البلاتفورم بقى. ده كده البلاتفورم عباره عن مجموعه ادوار كتيره، الدور الثاني الثالث الرابع، وفي اماكن للكمبريسورز هنا وفي اكوموديشن هنا وفي مطار فوق. ده كده مطار عشان ايه الناس تيجي وتمشي منه. الابار فين بقى؟ الابار هتلاقوها تحت كده نازله في الفورميشن تحت. والابار دي تحت بقى لازم نفهم لها حاجه مهمه جدا، لازم تاخدوا بالكم منها. الابار دي عباره عن البلاتفورم كده، والابار نازله كده بميول يا جماعه كده، مش يعني فيها واحد استريت والباقي مايلين كده، لان انا مش هقعد اعمل مثلا قصاد فوق كل بير بلاتفورم وفوق كل بير بلاتفورم، مش هعرف اعمل كده، لان كل بلاتفورم من دول بيكلف حوالي من 300 ل 400 مليون دولار. كويس، البير بيكلف الواحد حوالي 50 مليون او 20 مليون حسب الدبس بتاعه يعني. فانا ممكن بلاتفورم واحد بثمن بلاتفورم تاني احفر خمس ست ابار مايله، الحفر بيبقى مايل كده عشان اجيب الطبقات البعيده، يعني الطبقه دي بدل ما اعمل لها بير فوقيها لا انا ممكن احفر لها بير مايل يوصل لحد عندها. قلنا ده كده البلاتفورم، ده كده الاونشور بلانت. البير ممكن يكون في البر او البحر، يكون في الاونشور او في الاوفشور. يبقى البير ممكن يكون في الاونشور او في الاوفشور، مينلي المحطات بتكون في الاونشور، لكن حاليا وجديد بقى وحاجه تكنولوجيا حديثه كده ظهر ان بقى في محطات بتتبني كامله في الاوفشور. يعني مركب كده ماشيه في البحر كده، مركب عباره عن ايه، مركب كده بتاخد ادى البير اهو، تيجي عامله طايقين على البير، اخد الغاز اللي فيه عاملاه غاز مسال، وبعدين تيجي حدفاه في مركب تيجي تاخد منها الايه، مركب ثانيه تاخد منها المنتج وتمشي. وهي عباره عن ايه، مركب بتاخد منتج البير تحوله لغاز مسال وتخزنه فيها لحد ما تيجي مركب ثانيه تاخده منها. وفي الزيت نفس الكلام بقى، في تكنولوجي بالشكل ده دلوقتي. يعني ايه؟ يعني ما وديش، يعني ما بقاش مثلا البير هنا ماشي مسافه 100 كيلومتر لحد البر زي ما بنحصل في عقل زهر مثلا، نوديه للبر ونعمل له بروسيسنج وبعدين نصدره تاني. لا، ده انا من جوه البحر بصدر من بره بره على طول، زي المراكب اللي بتعمل التونه في اليابان، ان اللي بيصطاد التونه يعلبها ويصدرها من جوه البحر. متفقين على هذا الكلام؟ انا بس عايز اخد اسئله سريعه كده فويس، هاخد ثلاث اسئله بس. مين عايز يسأل؟ الناس يا ريت الادمن، الناس اللي هم الهوست يسمحوا للناس انها تسأل قبل ما ندخل في الموضوع اللي بعده. ريت يا شباب لو حد عنده سؤال شباب حابب يعني يلغي المايك ويسأل على طول. اتفضل اشرف. اتفضل يا اشرف، اعمل ان ميوت يا اشرف. و ماشي، اتفضل يا اشرف. اتفضل يا اشرف. اتفضل يا اشرف. اشرف المايك مفتوح. انت اون ميوتد يعني طب حد تاني يا شباب؟ طيب دكتور حضرتك سامعني؟ سامعك يا اشرف، اتفضل.
معلش يا دكتور، هو بالنسبه للتصدير بتاع ال ان جي زي ما احنا عندنا في مصر المينا بتاع السخنه وسومد، احنا المفروض المركب دي بيبقى اسمها اف اس ار يو. طيب، هو احنا ما بنصدرش ال ان جي من السخنه ومن ومن سومد. هو ال ان جي من بيتصدر من سيجاز، انا الجاتكو اسف، احنا كنا بنستورد من السخنه ومن سومد. بالظبط كده. الاستيراد كان من ايدكو، التصدير كان من ايدكو، كان من سيجاز. بالظبط كده، تمام، انا بتكلم على الشيب نفسها اللي هي اليونت اللي هي الاف اس ار يو. حضرتك دلوقتي تمام كنت بتتكلم على التاي ان اللي بتحصل على الويل من عند صح. الويل، واعمل تاي ان بعدين اصدر على طول المنتج بتاعي. اليونت تمام دي برضو دي نفس التكنولوجي بالظبط بتاعت نفس اليونتس اللي احنا موقفينها عندنا لا، هو عشان بس يا اشرف ناكد المعلومه على الناس بس، ان احنا خلاص ما بقيناش بنستورد، فخلاص ما عندناش يونتس دلوقتي بنعمل فيها بنستورد فيها منها ال ان جي. اليونت الاستيراد واقف. انا فاهم كده، ان خلاص الاف اس ار يو متوقفه دلوقتي. تمام، انما الفكره هي زي ما انت قلت بالظبط، ان انا عندي فليكسيبل بيبقى عامل تاي ان على الابار، عشان انت عارف طبعا اكيد انت يعني فاهم ان ما ينفعش نعمل حاجه فيكسد مع ابار بالحجم ده، لان ممكن تاخدها وتمشي، بالظبط رغم ان هي فيها دايناميك بوزيشننج، وهي بتقف في الامواج والحاجات دي كلها، ما تتحركش من مكانها حتى من غير ما تربط انكور تحت، بس ايفن ده ما يدينيش الحق ان انا اربطها ببير، عشان برضو الريسك بتاعه كده. الله ينور. شعيب اتفضل. صحيح هندسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا سيدي. هندسة، لو ينفع بس تدي نبذة مختصرة عن اليولاس، عشان كنت محتاج أعرف الحتة ديت، عشان في عندي مشكلة في الشغل عندي في حتة الأنيولاس، فلو نبذة طيب مختصرة بس عن الانولاس، طيب ما هو اصل هنخرج بره الموضوع خالص شويه. هل ممكن انت معاك رقمي صح؟ تمام. ممكن نتكلم انا وانت بس فيها، لان دي هنخرج بره الموضوع. احنا هنروح فين دلوقتي؟ احنا قلنا احنا هناخد من اول البير لحد الكونسيومر، اول موضوع واكتر موضوع هيقابلنا. وفي نقط انا بتكلم بسرعه انا عارف، بس عشان الوقت ضيق جدا اعذروني في الكلام بسرعه، انما ان شاء الله حتى لو انتوا عايزين تعوضوا المحاضره دي بالكامل في المحاضرات الجايه في يوم منفصل انا ما عنديش مشكله. يا جماعه، السيباريتورز موجوده في صناعه الاسمده وفي صناعه الكهرباء وفي اليوتيليتي، وموجوده في شركات التكرير، وموجوده في شركات البتروكيميكال، وموجوده في شركات صناعه الغاز وفي ال ان جي وفي الجي تي ال، وموجوده في صناعه الورق، موجوده في صناعات كتيره جدا، وصناعات كل الصناعات يكاد يكون معظم الصناعات يا جماعه فيها السيبريتورز اللي احنا هنشرحه دلوقتي. فالناس اللي تخصصاتها ما هي غاز طبيعي، هندسه كيمياء او اي حاجه زي كده، تركز برضه، لان الموضوع منتشر ومتكرر في اماكن كتير قوي وفي مصانع كتير. الحاجه الثانيه ان السيبريتور ده موجود مش بس في صناعه الغاز، لا، في صناعه الزيت وفي داخل صناعه البترول، يعني في صناعه الزيت والتكرير والحاجات دي كلها. السيبريتور برضه موجود في الاب ستريم والميد ستريم والداون ستريم. يعني ايه اب ستريم وميد ستريم وداون ستريم؟ اب ستريم الحاجات اللي جنب البير بالبلدي كده، الحفر، الاستكشاف، الاوفشور بلاتفورمز، بنسميها اب ستريم. الميد ستريم دي اللي هي البروسيسنج اللي بيحصل على الغاز، زي مثلا ان انا احوله ال ان جي او جي تي ال او ان جي ال. طب الداون ستريم اللي هو ايه؟ الداون ستريم اللي هو الماركتنج، ان انا ابيع المنتجات دي واسوقها واحركها وانقلها بمركب للكونسيومر بتاعي، انقلها بمواسير للكونسيومر. زمان كان في خلط ما بين الميد ستريم والداون ستريم، وكان في خلط ما بين الميد ستريم والاب ستريم، وصدقوني او ما تصدقونيش الثلاثه فيهم خلط بينهم ومن بعض. فممكن واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي يقول لي يا عم لا، ما احنا عندنا الكمبريسور ده داون ستريم، بس في كمبريسور تاني اب ستريم وفي كمبريسور ميد ستريم، هنعمل ايه طيب؟ خلاص، ما احنا صنفناه كده تصنيف عشوائي شويه، لكنه في النهايه اسمه تصنيف. نبص بقى على السيبريشن. حلو قوي الكور دي. السيبريشن ايه؟ زي ما انت شفت الكور دي عباره عن مجموعه كور اهي، عايز اطلع الغاز في ناحيه، الاويل في ناحيه، والميه في ناحيه. طب في ناس درست السيبريشن هو التاورز، السيبريشن تاورز، ماشي صح. السيبريشن يا جماعه في التاورز ده اسمه سيبريشن ان تاورز، ماشي، اسمه سيبريشن. في مجموعه الاويل اللي جايه هتلاقي كلمه ديستليشن هي اللي شايعه عن السيبريشن في التاور، وده اسمه ديستليشن او فراكشنيشن. انما السيباريتور هو سيباريتور، هتلاقي كلمه سيباريتور او سيباريشن يطلق على
الفيز سيباريشن، وهو عن طريق الفيزيكال سيباريشن اللي هو عن طريق حاجه مكوره كده سيباريتور، الغاز بيطلع من فوق، الاويل بينزل من هنا والميه بتنزل تحت. ده كده السيباريتور اللي احنا هندرسه. بنعمل سيباريشن ليه؟ ببساطه شديده عشان الغاز له طريقه معالجه، الغاز له طريقه معالجه، الاويل له طريقه معالجه منفصله، والووتر له طريقه معالجه منفصله. الحاجه الثانيه، الغاز رايح في ناحيه والاويل رايح في ناحيه والميه رايحه في ناحيه. الغاز اعرف اضغطه بكمبريسور، الاويل اضغطه بمب، الميه اضغطها بمب. الميه فيها ملح، سلينتي عاليه، فعايزه اكويبمنت خاصه بيها. الاويل له كيميكال بيتحقن فيه زي مثلا ديمالسفاير. الميه لها كروجن انهيبيتور بيتحقن فيها. فانا عايز اعامل كل حاجه منهم معامله خاصه، عشان كده بفصلهم عن بعض وبحاول ان انا اقلل الايفورت المبذول معاهم بان انا عامل كل واحد فيهم بطريقه منفصله. ممكن اودي الميه في خط بايب لاين بلاستيك، مش بلاستيك يعني بلاستيك اللي عندنا يعني نون ميتاليك، لكن ما يستحملش ضغوط عاليه، فمشيه عشان ما يعملش كروجن. ليس انرجي ليه؟ لان انا ممكن افصل الميه وارميها في البحر. لو عندي مثلا 5000 برميل ميه و5000 برميل زيت، فصلتهم عن بعض وعالجت الميه ورميتها في البحر، يبقى انا عايز بامب تدفع كام؟ 5000 برميل بس. يبقى انا وفرت كده ايه؟ انرجي، وفرت طاقه. تمام؟ دي كده الاسباب بتاعت سيباريشن. في اسباب ثانيه كتير جدا طبعا. اللي بيطلع من البير عباره عن ايه؟ ناتشورال جاز عايزينه، اويل عايزينه، الباقي ده مش عايزينه. يبقى انا عايز افصل ميه سولت ساند. لما انا عايز الزيت والغاز افصلهم واستفيد بيهم، بعمل لهم فيرزر تريتمنت يعني. الميه طبعا والسولت الاثنين غالبا ماشيين مع بعض، دايبين في بعض. الساند بقى دي مصيبه المصايب كلها. دي لازم اول خطوه تتم جنب البير على طول، يعني اللي يطلع من البير على طول اشيل منه الساند. ليه بقى؟ عارفين الصنفره؟ الصنفره بتعمل اروجن كده للميتال. فانا الصنفره دي بتصنفر الحديد، تقطع منه. فحبايه الرمل اللي طالعه من البير لو فضلت ماشيه في المواسير هتقعد تقطع فيها لحد ما توصل الناحيه الثانيه. عايز اخلص منها بدري بدري. بص بقى الكرتون الحلو ده. الموضوع كمان ايه؟ انا ممكن احط شويه الزيت مع شويه ميه في كوبايه ينفصلوا عن بعض، بس هياخدوا لهم نص ساعه مثلا. لكن انا ما عنديش الرفاهيه دي، انا عايز ادخل الثلاثه مع بعض، غاز زيت ميه، على السيباريتور وينفصلوا اونلاين على طول كده بسرعه مره واحده وان شوت. في نفس الوقت يكون سيف، يعني ما يحصلش ريسك من الموضوع ده. السيباريتور في منه اوفشور زي السيباريتور زي انتوا شايفينها في الاوفشور دي يا جماعه، وفي منه انشور زي دول. ادي السيباريتور اهو، هتلاقوا في سمه كده ايه وضحت قوي، ان بتاع الاوفشور هتلاقوه فيرتيكال، بتاع الانشور هتلاقوه هوريزونتال. هي دي قاعده من قواعد اختيار نوع السيباريتور المستخدم، لان في الاوفشور المساحه ضيقه جدا، فانا عايز السيباريتور ما ياخدش مساحه فاعمله فيرتيكال. طب في الانشور يعني الى حد ما المساحه ما تفرقش كتير رغم ان المصنع باين كراودد جدا، ولكن في فاكتورز ثانيه اللي بتخليني اختار الفيرتيكال والهوريزونتال، مش بس البلوت اريا او الفوت برينت او المساحه اللي بيستهلكها. صدعتكم بس هنعمل ايه؟ لازم تصدعوا مني، كلام سريع وكلام ورا بعضه، ولكن مضطرين نعمل كده. اذا السيباريتور موجود عندي اون شور واوف شور. عبد الله سعد انا عارف انك رافع ايدك، بس مش هقدر اخد منك السؤال غير في البريك اللي هعمل حسابي في وقت كافي ان شاء الله للاسئله. طيب السيباريتور موجود ده في كل حته يعني، بس احنا قلنا في قاعده كده اللي هي الديسندر يبقى موجود في الاول. في ناس بقى دارسه حفر وتقول لك يا عم لا، ده الديسندر ده موجود في الساند كنترول داخل البير. الناس اللي دارسه حفر يقول لك ده في ساند كنترول جوه البرفوريشن تحت. في ساند كنترول موجود تحت، بس في الابار اللي ما فيهاش ساند كنترول نعمل ايه؟ بنركب لها الديسندر على السطح. او الابار اللي فشل فيها الساند كنترول ان هو يعمل كنترول على الساند، بنركب له ديسندر على السطح. طب فكره عمل الديسندر ايه؟ نخلصه بالمره ونبقى شرحناه بالمره كده، ناخد الديسندر ونشرحه. يا جماعه الفكره بسيطه جدا، انت بتقلب كوبايه شاي، ادي كوبايه شاي الحلوه بتاعتك اللي هتشربها بعد الفطار، ما حدش يشرب دلوقتي الا الناس طبعا الفطر، مش مهم. بتعمل بتقلب تيجي عامله دوامه كده، تبص تلاقي الايه؟ السكر راح على الجناب وبعدين اتجمع في السنتر، عامل كومه سكر تحت كده. تمام؟ عامل كومه سكر في الحته دي. ده نتيجه ان في سنترفيوجال فورس، ده ايري كده انت قاعد بتقلب اهو. قوه طرد مركزي. رمت المواد الصلبه على الجدران. كده.
رمي المواد الصلبه على الجدران كده. وبعدين المواد الصلبه دي جت لقت تقوس تحت كده فاتجمعت في التقوس ده. نفس الكلام هنعمل ايه بقى؟ هذا اهو مدخل لديساندر. ماشي هذا الديساندر اهو. والديساندر فيه ماسوره كده اهي ماشيه كده. انا بستخدم الفاظ ماسوره، الناس بتوع الصناعه يعذروني عشان مش كلنا عندنا خبره في الخط واللاين والحاجات دي، مسميات بتاعه الشغل مش عايز اكررها هنا كتير عشان في ناس بتقع مننا في الموضوع ده. وعندي كومبارتمنت تحت كده اهو. فاللي بيحصل ان الغاز بيدخل بيجري كده هو والميه والزيت ويخرجوا من السنتر هنا. الرمل بقى الساند بتتجمع كده وتسقط في الكومبارتمنت اللي تحت ده، تقع تحت يعني. بعد فتره بعمل باي باس على الديساندر ده وافصله وادرنه واخد الساند ده يطلعه بره انضفه بقى بجيت ميه ولا اي حاجه بقى مش حاططها دلوقتي. فدي فكره الديساندر. يبقى دي اول معده شرحناها في الكورس بتاعنا، اول معده شرحناها اللي هي ايه؟ الديساندر. احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع ايه؟ السيبريشن. فشرحنا ايه؟ الديساندر. ماشي يا جماعه اللي عنده سؤال يا ريت يكتب الله يخليكم. في بقى مسميات بقى الفلويد اللي بنتعامل معاها. في واحد يقول لك ده اويل، واحد يقول لك ده كوندنسيت، واحد يقول لك ده اويل ده كوندنسيت. يا عم اويل ولا كوندنسيت؟ قال لك في رول كده. كان زمان الرول دي لها قوانين ثانيه وكتب قديمه هتلاقوا مسميات ثانيه. قاعده جديده بتقول اي حاجه 50 اي بي اي واعلى تعتبر اسمها كوندنسيت، 50 اي بي اي واقل اسمها اويل. ايه الاي بي اي دي بقى للناس اللي ما تعرفش يعني ايه اي بي اي؟ الاي بي اي هي اي بي اي امريكان بتروليوم انستيتيوت بيساوي 141.5. انا كتبتها خط كبير كده ليه؟ المفروض اكتبها خط اصغر من كده. هنكتبها تاني 141.5. ده الاي بي اي ناقص 131.5. مش عارف انا بكتب صح ولا لا، لو حد كده يصحح لي. لا 141.5 على السبيسيفيك جرافيتي ناقص 131.5. ناقص 131.5. الناتج هنا لو السبيسيفيك جرافيتي دي بواحد اللي هي بتاعت الميه يبقى الاي بي اي ب 10. احفظوها كده. يبقى المفروض الاي بي اي تطلع ب 10 امتى؟ لما يبقى السبيسيفيك جرافيتي بواحد. طب لو السبيسيفيك جرافيتي بنص 141.5 ده هتطلع ايه ده؟ ولا انا عملت حاجه غلط؟ انا شكلي عملت حاجه غلط. اه يبقى هنا انا اتلخبطت يا جماعه. اه يبقى هي هنا تحت ال 141.5. هنسمع بقى من مين؟ احمد عادل. حد عايز يصحح لي؟ اكيد في حد عايز يصحح لي الموضوع على السبيسيفيك جرافيتي. يبقى السبيسيفيك جرافيتي هنا يبقى 141.5 على السبيسيفيك جرافيتي على 131.5 على السبيسيفيك جرافيتي. لو السبيسيفيك جرافيتي بنص يبقى هيبقى نص الرقم ده، فهيطلع الرقم طبعا اي بي اي رقم كبير. انا هتشكل الموضوع ده بس هو ان شاء الله تبقى صح، يعني اللي هي 141.5 على 131.5 ناقص السبيسيفيك جرافيتي حسب ما انا فاكر يعني. المهم ده الاي بي اي. انا عارف ان في ممكن بعض الناس دلوقتي عايزه تصحح المعلومه، مش مهم في الاخر نبقى ناخدها. طب في مسميات ثانيه يقول لك ايه؟ في فري جاز وفي سوليوشن جاز وفي كوندنسبل فيبر. فري جاز هو طالع فري جاز وطول ما هو ماشي في السكه ما بيتكثفش. سوليوشن جاز ده جاز دايب جوه ليكويد. كوندنسبل فيبر ده جاز عند الديو بوينت بتاعته، يعني خلاص خلاص هيتكثف. في الميه طبعا بتاعتي اللي بتدخل في السيباريشن هي ميه في النهايه، بيبقى غالبا دايب فيها ملح. وفي عندي ايمالسيفايد ووتر، دي النقطه المهمه جدا اللي بيبقى عباره عن ميه مغلفه بغلاف من الاويل وبنسمي ده مستحلب. وايه اشهر مستحلب اتعلمناه يا جماعه في الكليه؟ اللي هو اللبن. اللبن هو اشهر مستحلب. كانت اجدادنا والناس القديمه كانوا يقعدوا يرجوا اللبن كده او يسخنوه يطلعوا منه القشطه على الوش. هي نفس العمليه بتاعت ازاله الايمالشن اللي هي ميكانيكال وبالتسخين، تفك الايمالشن من بعضه، تفك المستحلب من بعضه، في النهايه يطلع الزبده لوحدها والملح لوحده اللي هو الميه بملح لوحده، كان الفلاحين زمان يسموه الشرش.
وفي الجبنه بتطلع لوحدها وحاجات كده يعني. عمليه سيباريشن رهيبه جدا، وكانت بتتم للامالشن اللي هو اللبن اللي النهارده اصبحت بتتم طبعا في الصناعه بنفس تقريبا التكنيك بالتسخين وبانجكشن كيميكال وحاجات زي كده، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع السيبريتور بيتم ازاي؟ في فيرتيكال وهوريزونتال، هوريزونتال دبل بارل وسفيريكال. هذا الفيرتيكال، هذا الهوريزونتال، سوري الهوريزونتال اهو، هوريزونتال دبل بارل ولا السفيريكال. طبعا النوع ده غالبا مش مستخدم خالص، نادر جدا، والنوع ده ما تشغلوش بالكم بيه برده، خليكم فيرتيكال وهوريزونتال. طب نختارهم على اساس ايه؟ ركزوا كده معايا، السيبريتور الهوريزونتال الليكويد فيه هنا، الفيرتيكال الليكويد فيه هنا، قد ايه بيخدم على الليكويد في الفيرتيكال والهوريزونتال؟ تاني يعني عندي فيرتيكال سيبريتور اهو، هوريزونتال سيبريتور اهو، ده الليفل فيه كده وده الليفل فيه كده، ادي الليكويد تشوفوا قد ايه وده الليكويد تشوفوا قد ايه. يبقى لما الليكويد تبقى عالي استخدم الهوريزونتال، لما الليكويد يبقى قليل استخدم الفيرتيكال. يبقى ده هنا الجاز كتير، هنا الليكويد كتير، تمام. ورغم كده في قواعد تانية مش عايزين ندخل في تفاصيلها دلوقتي، لكن مينلي انا بستخدم الفيرتيكال لما تكون نسبه الجاز للليكويد عاليه، ولما تبقى نسبه الجاز للليكويد قليله بستخدم الايه الهوريزونتال. وطبعا عشان البلوت اريا وفاكتورز كتيره جدا. في عندي 2 فيز سيبريتور 3 فيز سيبريتور. 2 فيز هو ممكن يكون اللي قدامنا ده كده بس بيطلع الجاز لوحده والليكويد لوحده. الليكويد ده ممكن يكون اويل بلس ووتر الاثنين مع بعض. في انواع من السيبريتورز كده انا ما تفرقش معايا، الليكويد ده يمشي مع بعضه في سكته ماليش دعوه بيه مش مهم، فبنسميه 2 فيز. طب الثري فيز اللي هو ايه؟ الجاز طالع لوحده، الاويل طالع لوحده والميه طالعه لوحدها، ده بنسميه 3 فيز سيبريتور، تمام. في بقى سيبريتور بنسميه هاي بريشر سيبريتور، وفي بنسميه لو بريشر وميديوم بريشر. الموضوع ده نسبي، يعني ايه؟ يعني ممكن انا في اويل فيلد اعلى ضغط عندي 10 بار يبقى ده الهاي بريشر، واللو بريشر ممكن يكون 3 بار. في مصنع غاز عندي سيبريتور 70 بار وسيبريتور اللو بريشر 20 بار، يبقى الهاي بريشر ابو 70 واللو بريشر ابو 20، فهو موضوع نسبة الى ما هو موجود داخل المكان. الارقام دي حتى لو لقيتها في الكتب هي ارقام لا تستند اليها، استند الى ما هو موجود داخل البلانت عندك، لان في ممكن احيانا يبقى فيه هاي بريشر ميديوم بريشر لو بريشر سيبريتور، تمام، بيبقى حسب الاوبريتنج بريشر مين اعلى من مين، وبيبقى ده الهاي وده اللو وده الميديوم، تمام. كلاسيفيكيشن باي ابلكيشن. في تيست سيبريتور، تيست سيبريتور ده ايه بقى؟ لما يبقى عندي بير بينتج كميه غاز وزيت وميه وعايز اختبر الكميه بتاعته، تبقى الابار كلها ماشيه على البرودكشن سيبريتور كده واخد بير لوحده، اوديه على التيست سيبريتور في ميترز بقى ايه؟ ميترز بكفاءه عاليه جدا، ميترز عاليه راقيه جدا بتعد لي الكميه بتاعت الغاز والزيت والميه عشان اعمل اللوكيشن للانتاج على البير ده، عشان البير ده طالع من ريزرفوار، طالع من خزان تحت، اعرف الخزان ده انتجت منه قد ايه. في نفس الوقت اعرف البير ده يمكن انا مثلا عندي 10 ابار بينتجوا وبعدين الانتاج نزل 5 مليون ستاندرد كيوبيك فيت. طب نزلوا من انهي بير؟ ما انا مش عارف، ممكن يكون الميترز فيها مشكله. فاخد بير بير واعمل له تيست، البير اللي يقع الكميه بتاعته يبقى ده عايز ورك اوفر، عايز حد يتدخل ويعمل له صيانه. طبعا قلنا ده تيست سيبريتور، يبقى على طول الثاني ده اسمه البرودكشن سيبريتور. طب ايه بقى اللو تمبريتشر سيبريتور ده؟ في صناعه الغاز يا جماعه غالبا بنلجا لتبريد الغاز عشان نقطع منه السوائل. السيبريتور اللي ضغط اللي حرارته منخفضه سب زيرو مثلا بنسميه لو تمبريتشر سيبريتور. وخلاص مش عايزين بقى ايه يعني نقعد في الحته دي كتير. ميترنج سيبريتور نفس الفكره، انا عندي ممكن يكون في بايب لاين كده اطلع منه برانش افصل اعد واجمع المجموع تاني. طب انت استفدت ايه؟ عديت ورجعت جمعت. في دلوقتي تكنولوجي جديد اسمه مالتي فيز فلو ميتر، مالتي فيز فلو ميتر. انستد اوف ان انا ابقى عندي سيبريتور، لا انا ادخل الخليط على على ميتر واحد يعد لي ميه وكنا نسيت وغاز مع بعض، وده بنسميه غالبا يعني بيكون فيه جاما ري سورس وما بنفضلوش، يعني حتى لو بنفضله قضيه خالص، المهم هو بنستبدله بهذا الميتر. فوم سيبريتور بيبقى جواه حاجات بتمنع تواجد الفوم. الليفيتد سيبريتور بيبقى سيبريتور عادي كده على تبه مثلا على حاجه عاليه عشان استخدمه عند اتموسفيريك بريشر وانزل الضغط خالص واطلع الغازات من الزيت وبعدين انزل للتانك. طب انزل بيه بالجرافيتي بدل ما استخدم بامب. في ستيج سيبريتور بيبقى عندي ايه؟ فيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج، ده مثلا 100 بار، ده 40، ده 3.
فبدل ما انزل مره واحده ويحصل كاري اوفر، كاري اوفر دي يعني الليكويد يا جماعه يطلع مع الغاز. نرجع بقى للنقطه المهمه بقى وقطعه القلب اللي فاتت دي كلها، وعشان توصلنا لهذه النقطه المهمه اللي لو ختمنا بيها محاضرتنا انا وبزل علان ان انا ايه عديت النقطه دي. يعني السبريتور يا جماعه هقسمه الى اجزاء، يعني السبريتور نفسه كده من الداخل مقسم الى برايمري، يبقى ده رقم واحد هنا، رقم واحد هنا، سكندري اهو سكندري، ميست اكستراكشن سبريتور اهو رقم ثلاثة، يبقى ده اثنين ده ثلاثة، ليكويد اكيوميليشن أربعة اهو الليكويد تحت هنا. تمام. طب عايزين ندخل في التفاصيل بقى، ندخل في التفاصيل. البرايمري سبريشن سيكشن، بص بقى دي نقطة مهمة جدا لازم تفرقوا بيها ما بين حاجة اسمها الكواليتيتيف والكوانتيتيف. يعني ايه؟ في حاجة جوه السبريتور بتاع يعني هي شغلتها الكواليتي، وفي حاجة شغلتها الكوانتيتي. تاني كده نركز الله يخليكم يا جماعة، الكوانتيتي في البرايمري والكواليتي في الآخر. يعني ايه؟ يعني انا عندي السبريتور ده في ميست اليمينيتور كده، سوري السبريتور اهو، وده الغاز طالع من هنا والليكويد طالع من هنا، في انلت ديفليكتور كده او انلت دايفرتور، خبط الخليط فيه، الخليط ده فيه ميه وفيه زيت وفيه غاز. انا معلش عشان انا رسمه تو فيز هنلغي موضوع ايه الميه ده، وخليني بفصل زيت عن ايه عن غاز وخلاص. تمام عشان نفهم الموضوع بس، الخليط خبط في الحاجز ده، ايه اللي هيحصل؟ هنضرب مثال بقى بعيد عن الموضوع خالص كده، دي كرة قدم اهي، كرة منفوخة هواء، وجيت انا جايب كرة تانية غريبة الشكل كده مليها مية اهي، ودي حيطة، خبطت الكرة مليها مية في الحيطة جت نازلة مكانها، خبطت الكرة اللي مليانة هواء في الحيطة جت راجعة تاني. يبقى في هنا اسلوب متغير حصل من الكرة اللي فيها هواء والكرة اللي فيها مياه. نفس الكلام، الغاز له سلوك والليكويد له سلوك في التعامل مع هذا الاصطدام. يا جماعه انا بشرح الحته دي بالتفصيل كده ليه؟ معظم الناس عندنا فاكره ان جوه السبريتور ده من الداخل الخاصيه الوحيده اللي بعتمد عليها هي خاصيه الكثافه. الحقيقه ان الكثافه احد الخواص اللي بستخدمها في عمليه الفصل. طب انا بستخدم ايه بقى؟ بستخدم حاجات كتير جدا هنفهمها مع بعض واحنا شغالين دلوقتي. يعني عايز اكد على موضوع، الكثافه هي احد الفيزيكال بروبرتيز اللي انا بعتمد عليها في عمليه الفصل. طب ايه الخاصيه اللي انا استخدمتها هنا؟ اسمها الامبنجمنت او الارتطام، الامبنجمنت او الارتطام. فاثناء الارتطام الغاز والليكويد في حاجز، الغاز بيتحول على طول ياخد شكل يعني بيهرب من الجدار اللي انا اصطدمت بيه ويبتدي يتحرك بحريه داخل السبريتور. طب والليكويد بيفقد طاقة المومنت اوف انيرشيا بتاعته وينزل لأسفل ويتجمع لتحت تاني. فبيحصل عملية فصل نتيجة عملية ايه؟ الارتطام. في الحالة دي الليكويد اتجمع ونزل لتحت، والغاز مشي طلع لفوق. هنا الليكويد اتفصل بنسبة ايه والغاز اتفصل بنسبة ايه؟ بالبلدي كده انا هقولها بالبلدي، يعني ان انا فوق عندي 90% جاز و10% ليكويد، وعندي تحت 90% من الـ من الـ من الـ من اللي تحت ليكويد و10% جاز. يعني الكوانتيتي ذا ميجر كوانتيتي از سيبريتد، الكميه الاكبر تم فصلها في البرايمري سيبريشن سيكشن. ككميه اكبر كميه اتفصلت فين؟ في البرايمري سيبريشن سيكشن. بس ما زال في شويه ليكويد متعلقين في الغاز، وما زال في شويه غاز متعلقين في الليكويد. ده يجي دور السكندري سيبريشن سيكشن المهتم بالكواليتي وليس كوانتيتي، فيحصل ان ينزل الغاز ينزل الليكويد اسف في صوره مطر من الجاز سيكشن كده، ويحصل الابوريشن للجاز للجازس تصعد لاعلى من السكندري سيبريشن سيكشن وتروح ناحيه الجاز سيكشن، ويجي فاينالي بقى الميست اكستراكشن سيكشن ده يعمل لي
يزود البيوريتي بتاعت الغاز. فعندي شبكة هنا عاملة زي سلك المواعين، عاملة زي الليفة، عاملة زي الحاجات كده اللي هي ايه، شبكة عبارة زي الاسفنج يا جماعة، بس ميتال مع مصنوعة من الستانلس ستيل. لما الغاز يعدي منها قطرات رفيعة جدا من الغاز يحصل لها كواليسنج، تتجمع لبعضها. عارف زي ايه؟ لما تجيب البرفيوم بتاعك كده وانت طالع تتقمع بره كده وتعمل فيها يعني الواد اللي ما حصلش، وترش البرفيوم على رقبتك كده وفرحان بنفسك، وبعدين تاخد شويه على ايدك كده، الشويه اللي على ايدك دول تلاقيهم بقوا ليكويد. ليه؟ حصل لهم امبنجمنت، ارتطام بايدك، فالرذاذ اتجمع لبعضه. طب لما يتجمع لبعضه جوه الميست اليمينيتور هنا هيوصل يسقط في صوره دروبلت لتحت زي المطر كده. يبقى اللي طالع من هنا بقى في الغاز سيكشن غاز في نسبه دروبلت سايز، دروبلت سايز بالمايكرون يا جماعه، مايكرون كذا مايكرون حسب الكواليتي بتاعت السيبريشن في الجزء ده. امال ايه الليكويد اكيوميليشن سيكشن بقى اللي هو اخر جزء؟ انت بتغسل المواعين بعد الفطار النهارده، خليك جدع واغسل المواعين، الرجاله بالذات بيهربوا من الموضوع ده. اغسل المواعين، انا ساعات بغسلها والله. اغسل المواعين وسد، اقول لك تغسلها ازاي بقى. بتسد الحوض بالسداده بتاعته وتفتح الميه السخنه على المواعين وتحط عليها شويه مسحوق كده وشويه ربص وشويه صابون وتسيبهم شويه 10 دقايق كده. احنا كنا بنغسل كده في المدينه الجامعيه والشقق في القاهره، حبايبنا الازهريه عارفين الكلام ده كويس. فبعد ما الايه الدهون تفك بقى بالميه السخنه والصابون، تيجي شادد الطبه بتاعت الحوض، وانت بتشد الطبه تلاقي شفط كده حصل، بص تلاقي ايه دوامه كده عملت كده وشفطت الهواء مع الايه مع الميه في الدرين في الصرف. لو انا سبت الليكويد يدخل ويخرج لوحده من الفتحه من هنا هيعمل الدوامه دي ويسحب الغاز معاه، والاقي هنا في جاز مع الليكويد، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه. فاقوم عامل ايه بقى؟ اقوم حاطط فورتكس بريكر، مانع دوامات. مانع دوامات هنا عشان اعمل ايه بقى؟ عشان يكسر الدوامة وما يشفطش وما يسحبش الغاز من فوق ويخرج بيه مع الليكويد، يبقى هنا ما فيش غاز. فهمنا كده الموضوع يا جماعة؟ يبقى تاني كده اجزاء السيباريتور، برايمري سيباريشن سيكشن، سيكندري سيباريشن سيكشن، ميست اكستراكشن سيكشن، ليكويد اكيوميليشن سيكشن. كل واحد فيهم بيقوم فانكشن معينة بتعتمد على الايه؟ الدور بتاعه في عمليه السيبريشن. في نقطه انا نسيت اقولها، ان السكندري سيبريشن سيكشن فيه خاصيه رهيبه لازم ناخد بالنا منها. بتلاقي احيانا سيبريتور طويل كده واحيانا ثانيه سيبريتور قصير كده. ايه ده يا عم ده؟ وممكن بيفصلوا نفس الكميه. طب ايه اللي حصل؟ هتلاقي الليكويد اللي هنا لزج، لزوجته عاليه عن الليكويد اللي هنا. طب يعني ايه بقى؟ بتلاقي فقاعه الغاز كده خارجه من هنا وبسرعه تيجي طالعه كده على طول. فقاعه الغاز هنا نتيجه اللزوجه العاليه للليكويد قاعده يا عيني قاعده تنتع مش عارفه تطلع فين، طلعت في المكان ده. لو انا استخدمت لها سيبريتور قصير لحد هنا هتخرج مع الليكويد. ايه الفاكتورز الثانيه اللي بناء عليها طول السيبريتور وايه واسره بيأثر؟ البريشر. دروبله الغاز هنا يا جماعه، لو هنا عندي مثلا السيبريتور الطويل ده هاي بريشر وده لو بريشر، يبقى ده كده لو بريشر وده هاي بريشر. السيباريتور الطويل محتاج نستخدمه في الهاي بريشر عشان دروبلة الغاز كثافتها كام هنا؟ لو ده مثلا 5 بار وده 100 بار. عند ال 5 بار كثافة الغاز هنا قليلة جدا. يعني قريبة من مثلا كثافة الهواء. عشان نبقى عارفين بس كثافة الهواء بالنسبة لكثافة المية حوالي 800 ضعف أو 850 ضعف. الميه 850 ضعف يعني. فلو في بالونه ميه وبالونه هواء بيسقطوا من عماره ثيوريتيكال، يعني المفروض ان الاثنين ينزلوا للارض، واحده تنزل مثلا بعد دقيقه، الثانيه تنزل بعد 850 دقيقه. ثيوريتيكال الكلام ده يعني. او يعني ده افتكاسه مني انا. طيب الفقاعه دي المفروض تطلع بسرعه متناسبه مع فرق الكثافه بينها وبين الليكويد اللي حواليها. والفقاعه دي السرعه بتاعت هروبها برضو فرق الكثافه بينها وبين الليكويد اللي حواليها. كثافه الليكويد في الحالتين ثابته لانه ما بيتاثرش بالبريشر. طب كثافه الغاز بينضغط، فمع البريشر العالي حجم الفقاعه اللي قد كده بتلاقيه تحول الى قد كده، فكثافتها بتزيد. فهروبها من الليكويد بيبقى بطيء
كثافتها عاليه، فكثافه الغاز في الهاي بريشر بتزيد نتيجه قرب الجزيئات من بعضها، فبيتقل. كونه بيتقل بيخلي هروبه من الليكويد سيكشن بطيء، فياخد وقت اطول، عشان كده بنستخدم له سيبريتور طويل. طب في حاله اللو بريشر لا، السيبريتور ممكن يبقى قصير عادي، لان الغاز بيجري بسرعه، زي ما انت تجيب ازازه حاجه ازازه ميه وترجها تلاقي بسرعه الايه الهواء هرب من الميه في خلال ثانيتين يكون هرب بره. ليه؟ نعطى اتموسفيريك بريشر، ففرق الكثافه عالي ما بين الهواء والميه. الحاجات دي شرحناها، وده شكل كده الميست اكستراكتور يا جماعه، الميست اليمينيتور اهو، دي اشكاله اللي احنا بنتخيلها. هنا طبعا الفورتكس بريكر منع الدوامات على شكل كرسي او حاجه زي كده. في طبعا كروس بالشكل ده، في كرسي بالشكل ده، كل دي موانع دوامات، موانع دوامات او فورتكس بريكر. الحاجات دي طبعا احنا شرحناها الامبنجمنت، ولكن دي امثله عنها. السنترفيوجال فورس بقى دي اللي استخدمناها يا جماعه فين؟ في الديساندر نفس الشكل ده. ممكن نستخدمها في ان انا ازود البيوريتي بتاعه الغاز اللي طالع، يعني اركب دي في سكه الغاز اللي طالع يوقع لي الليكويد تحت ويخرج لي الغاز بره بدون ليكويد. تمام، ده شكل كده. في مسميات بقى للسيبريتور، بنسمي السيبريتور كواليسور. كواليسور يعني ايه؟ يعني اللي داخل كله غاز وفي شويه رذاذ، يجي هو عامل كواليسنج للرذاذ ده. طب هتلاقوه فين ده؟ على داخل الكمبريسور. الكمبريسورات بتتاثر جدا بدروبلت الليكويد اللي متواجده فيه، فانا عشان اقلل التاثر ده بريموف الليكويد. الفلترنج ساعات يبقى في سيبريتور عباره عن فلتر. يعني ايه؟ بعدي الغاز على فلتر او بعدي الغاز على فلتر، وساعات بعدي الليكويد على فلتر برضو. هنا بعمل سيبريشن للمواد الصلبه من الليكويد، او احيانا بعمل سيبريشن للدروبلت الليكويد من الغاز، ولكن هنا نتيجه الفتحات الضيقه جدا دي بفصل معظم او يكاد يكون كل الليكويد اللي موجود في الغاز صوره دروبلت. طب ده نلاقيه فين؟ ابستريم. كلمه ابستريم بتتكتب كده، ابستريم، ما فيش العلامه دي، اب يو على اس، ابستريم الدي هيدريشن يونت اللي هنشرحها المره الجايه ان شاء الله. طبعا ايه سيتلينج استخدمناه في السكندري سيبريشن. الاجيتيشن ساعات يا جماعه جوه السيبريتور كده لو بصينا له من فوق هتلاقي عامل فواصل بالشكل ده. ليه؟ الليكويد هو ماشي قاعد يلف كده، فلو في غازات بتلزق هنا في الجدران وتطلع لفوق. بافلينج يعني ايه؟ بعمل حواجز برضو، عشان الحواجز بتدي نفس الفانكشن، بس هنا بقى ايه؟ الفوم، يعني بتبقى مايله كده، الليكويد ماشي كده ولو في فوم عايم على الوش الحواجز دي ايه؟ توقعه وتدوبه جوه الايه؟ جوه الليكويد عشان ما يحجزليش الغاز تحت. ساعات بستخدم التسخين عشان افصل الغازات زي ستابلايزيشن سيستم مثلا، بسخن الزيت عشان اطلع الغازات منه، زي علبه البيبسي يا جماعه، بس هو حد يعمل كده؟ علبه البيبسي لو حطيتها في ميه سخنه تنفجر. ليه؟ الغازات عايز تطلع وانت قافل ازازه البيبسي، ولو فتحت ازازه البيبسي هتفور لو حطيتها في ميه سخنه. نفس الكلام احنا في الصناعه بنسخن الزيت عشان نطلع منه الغازات اللي دايبه فيه. في كيميكال طبعا، لو انا عندي الايمالشن اللي هو دروبلت بتاعه ميه محبوسه جوه فيلم من الاويل، بحقن كيميكال يعمل رياكشن مع الفيلم ويفك بقى الحبسه دي، اكن عندك بالونه وجيت مفرقعها، فالميه اللي جوه تهرب وتنزل مع الليكويد فيز، والاويل يهرب مع الايه؟ مع الليكويد فيز، سوري، مع الاويل فيز، يبقى ده يروح للميه وده يروح للاويل. السنترفيوجال فورس طبعا استخدمناها في الديساندر، وهنا طبعا نفس الكلام ده متكرر. وده الديساندر شكل اللي هو اهو، وانا عايز اقول لكم ان عمليه السيبريشن هوقفها هنا عند الديساندر، واللي اتشرح في وسط الكلام اللي فات، عشان ناخد كام سؤال، عشان في بعض المحافظات يا جماعه الفطار بتاعها بدري شويه، وانا عارف ان الاسراء للموضوع من اسئلتكم اكتر منه من الكلام اللي انا بقوله في المحاضره، فنوقف هنا ونشوف اسئلتكم ايه ونجاوب عليها ان شاء الله بقدر المستطاع، ولو حد ما عرفتش اجاوب بسؤاله يعذرني يعني. الادمن او الهوست يبتدي يفتح الاسئله. اتفضلوا يا شباب، اللي عنده سؤال ريز يور هاند. يعني محمد عمار انت عندك سؤال؟ عمار سؤال؟ اتفضل يا عمار. سامعني كده الصوت كويس؟ سامع كويس جدا، اتفضل يا عمار. دلوقتي هندسه، بالنسبه للاكويبمنت اللي انت ذكرتها في عمليه الجاز بروسيسنج، دلوقتي في بعض البلانس بيكون فيها سلاب كاتشر وبلانس لا، صح؟ برافو عليك.
يعني على اساس ايه بقى بستخدم سلاك كاتشر وعلى برافو، اساس ايه سؤال مهم جدا. انا نور عمار، وانا فعلا دي فاتتني واعتقد ان هي موجوده في الاخر، وسؤال مهم جدا 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 جدا. بص يا شباب، ايه هي السلاك كاتشر؟ ده الموضوع ده مهم جدا يا عمار، وبرافو عليك وكتر خيرك ان انت سالت السؤال ده. ايه هي السلاك كاتشر، وليه في مصانع فيها سلاك كاتشر ومصانع ما فيهاش؟ هناخد مثال، مثلا شركه جاز كل في العمليه، هل هم محتاجين يحطوا سلاك كاتشر؟ انا بقول لا، ما اعرفش اذا كان عندهم ولا لا والله فعلا يعني، بس انا بقول لا. ليه؟ لان الفيد اللي جاي لهم هو عباره عن فيد مر بمصنع كامل. يعني ايه؟ احتماليه وجود ليكويد في الفيد تكاد تكون منعدمه. تمام؟ السلاك كاتشر دورها الرئيسي من اسمها يا جماعه تتعامل مع السلاك فلو، كتل الليكويد. كتل الليكويد دي بتيجي منين؟ لها كذا سبب. يعني بايب لاين طوله يا جماعه مثلا 20 كيلومتر، ودي عندنا في المعديه في ابو قير، يبقى بايب لاين كده طوله 20 كيلومتر، جواه شويه ليكويد نايمين كده في الخط من تحت كده. ليه؟ لان الفلوريت اللي ماشي جواه مش قد الديزاين كاباسيتي بتاعته، فبيعني بيبقى فيه ليكويد هولد اب، ودي نظريه معروفه، والغازات ماشيه من فوق كده. جيت سيادتك مثلا قفلت بير، فالليكويد هولد اب زاد شويه لان الفلوريت قل، وبعدين رجعت فتحت البير تاني، ايه اللي هيحصل؟ الغاز هيبقى زياده، فعايز يكسح الليكويد اللي ماشي ده، عايز يوسع لنفسه مكان بقى. في نهايه البايب لاين هتتفاجئ بكميات ليكويد ضخمه جدا جت مره واحده سادنلي. المشكله ان هي بتيجي بفورس عاليه، يعني قوه دفع وخبط رزعه وحاجه، يعني قوه رهيبه. في نفس الوقت عايز فوليوم يستوعبها، فبنستخدم في نهايه البايب لاين حاجه اسمها سلاك كاتشر. السبب الثاني ان انا اكون بعمل بيجنج اوبريشن، في كده حاجه كده زي الكوره بتدخل جوه البايب لاين تكسح اللي جواه كله عشان تنضفه، وتعمل ثيكنس سيرفي وحاجات زي كده هنتكلم عليها ايه لو في فرصه جت، هي مش موضوعنا. الحاجات دي يا جماعه بتخلي نهايه البايب لاين ممكن يحصل فيها ليكويد فلو بصوره عنيفه جدا، يعني لدرجه ان الفلو ريت بتاع الليكويد لو انت قاعد على الدي سي اس كده او قاعد بتراقب الفلو ريت بتاع الليكويد هتلاقي الفلو ريت بتاع الليكويد ماشي بالراحه كده، ويجي في تايم معين يعلى قوي وبعدين ينزل تاني يبقى نورمال كده. في الساعتين دول اللي بيحصل فيهم ليكويد عالي بالمنظر ده عايزين حاجه تستوعبه. ايه اللي بيستوعبه؟ السلاك كاتشر. السلاك كاتشر بتقوم بدور البرايمري سيباريشن. يعني ايه؟ يعني هي حاجه بتتعامل مع الكوانتيتي وليس الكواليتي. هي بتفصل كميات ليكويد كبيره عن كميات الغاز. تمام؟ يبقى الليكويد بيتفصل وينزل تحت كده وبيروح لسيباريشن تاني. يعني في سيباريتور تاني بياخد الليكويد يعمل له فلاش، وفي سيباريتور تاني بياخد الغاز ويعمل له سيباريشن فيرزر سيباريشن بعد كده. طب وانت حاطه ليه؟ حاطه عشان الرزع اللي بيحصل والقوه والهامرنج اللي بيحصل من الليكويد استقبله هنا، بستقبله بطريقه ذكيه جدا. ان انا عندي الانلت ديفليكتور فيه اخرام. طب وانا مش عايز اعمل انلت ديفليكشن، طب حط الاخرام ليه؟ عشان الفورس تتوزع. يعني انا عندي هنا 10 اسهم جايين، عملت ايه؟ حاجز مخرم، فخبط سهمين وعدى خمسه، وحاجز تاني خد ايه؟ ثلاثة وبقى اتنين، فاكسر الفورس اللي جاي بقى الفلويد على الحاجز الاولاني شويه، الحاجز التاني شويه، الحاجز التالت شويه، وهكذا. تمام؟ يبقى من الاجابه دي نعرف ايه المصانع اللي فيها سلاك كاتشر، اللي هي مصانع اللي فيها احتماليه وجود ليكويد بكميات في الفيد. تمام؟ وفي مصانع ثانيه ما فيهاش سلاك كاتشر، اللي يبقى ما فيش احتماليه لوجود ليكويد بكميات في الفيد. لو الفيد لاين ده جاي من شركه وطوله قصير، خط قصير، ليكويد هولد اب بتاعه قصير قليل، ما فيش داعي للسلاك كاتشر. طب ده نوع اسمه كونفنشنال. النوع ده اسمه كونفنشنال سلاك كاتشر. طب النوع ده اسمه ايه؟ فينجر سلاك كاتشر. ايه فينجر دي بقى؟ يا جماعه الفيد بيبقى داخل كده حرف الايدين بتاعتنا عباره عن خمس صوابع. انا راسم الايد رفيعه بسبب عله، يعني لو عندي تيوب 20 بوصه فيها سرعه الغاز اكس، وجيت مقسمها على خمس صوابع، خمس تيوبس كلهم 20 بوصه، ثيوريتيكالي برضو المفروض السرعه تبقى اكس على خمسه، صح كده؟ يبقى انا ممكن ادخل في اللامينار فلو لو انا كنت في التربلانت هنا، ويحصل ان الليكويد ينزل تحت والغاز يمشي فوق. طب ايه اللي يحصل بقى؟ تعالوا نمسح بقى اللخبطه اللي انا منيلها دي. وبنسميه فينجر ليه؟ عشان هو شبه الفينجر فعلا. يعني عندي ماسوره قسمتها هنا في الكيس بتاعتي لاربعه، هلاقي الليكويد ينزل تحت والجاز يطلع فوق، هاخد الجاز من فوق والليكويد من تحت. طب ليه بعمل الفينجر دي؟
عشان رخيصة أرخص شوية من بعد ما أعمل 10 conventional كل واحد بالكنترول سيستم بتاعه، لا أنا أعمل واحدة فينجر تلملي الليلة كلها. بس تخيلوا مساحة الأرض اللي بتاخدها قد إيه. يبقى إيه التفرقة ما بين الconventional والفينجر؟ إن الفينجر لو أنا عندي اللاند عندي ما فيهاش مشكلة، طب لو اللاند فيها مشكلة برجع أستخدم الإيه الconvention طيب طيب اللي هو قدامنا ده. ما اعرفش انا جاوبتكم ولا لا، بس نرجع لعمار. انا عايزك تكون راضي عمار عن الاجابه الاول، لان سؤالك حلو جدا. طيب حد عنده سؤال تاني غير شعيب؟ اتفضل يا شعيب. هندسه برضه السلاك كاتشر حضرتك اتعلمتنا قبل كده، لو ممكن يستخدم كسيرج فوليوم. ايوه سيرج فوليوم احس لو في ابسيت كونديشن داون ستريم السلاك كاتشر ممكن نخزن فيه الليكويد او الجاز، ممكن نودع الفلير لفترة معينة. لا هو طبعا انا تأكيدا لكلامك، يعني لو انا عندي هنعمل جوب بيجينج بعمل ايه؟ قبل البيجينج جوب بنزل الليكويد في السلاك كاتشر تماما كويس، واثناء البيجينج بس بعملها ستورج للليكويد، لان الداون ستريم سيباريتور ما بيستوعبش كمية الليكويد دي كلها، ففعلا بستخدمه ستورج. ولكن يفضل ان انت دمب داون الليكويد بيفور البيجينج جوب، وبعد كده تستور الليكويد داخل ايه السلاك كاتشر. بالنسبه بقى للفلير، يعني يعني طبعا انت اكيد عارف ان انا ما بوديش ليكويد على الفلير، طبعا كلنا عارفين كده. لا انا مش قصدي على الليكويد، قصدك على الغاز. على الغاز مثلا عندي في مشكله في الديهيدريشن يونت، فانا ممكن على ستورج للغاز لاكتر ضغط محتاجه، وبعد كده الزياده اديله فلير. يعني في عندي في الاستاكتشر في البلانت اللي انا شغال فيه في 2 خارج بيروح على الديهيدريشن، وخارج تاني للغاز بيروح على الفلير. دي حقيقه. يبقى انت خايف على الديهيدريشن بتاعتك، او خايف توقف البلانت، او خايف توقف الابار، فممكن تفلير الجاز. ودي على فكره احيانا بيبقى بروتكشن اجينست الاوفر بريشر. يعني ايه؟ يعني بدل ما يعلى الضغط داخل الاستاكتشر ويعمل باك بريشر على الابار، لا انا بفلير شويه الغاز دول مبدئيا كده ايه في يعني في الفتره اللي فيها ابسيت بس. تمام بالظبط. تمام شكرا دكتور. تحت امرك. سؤال شباب، حد عنده سؤال تاني؟ فورم الحضور يا شباب في الشات بوكس. اسئله باشمهندسين، احنا كده ما عندناش اسئله، يبقى ده حاجه كويسه جدا، يبقى الدنيا تمام. 280 واحد حاضرين، ما فيش فيهم ولا سؤال، حاجة جميلة جدا جدا جدا. طيب احنا النهاردة غالبا يا جماعة هنوقف عند ده، في سؤال جه. طيب قبل ما يجي السؤال احنا بس هنقول النهاردة ما فيش محاضرة بعد الفطار بعد اذنكم، لان الوقت ضيق جدا. تعالى ما تفطر وصلاة العشاء، والناس النهاردة ليلة وترية، وموضوع طبعا انا شخصيا لازم اصلي العشاء والقيام. فانا استاذنكم النهارده مفيش محاضره بعد المغرب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرف نفسك معلش. انا كنت عايز اجاوب على السؤال بالنسبه للي هو الهيليوم. لا كنت عايز اجاوب بالنسبه لسؤال الهيليوم. يعني انت بتحرم